ماتش معناتها خلينا نحكيو كوره. هو اوزر هو ظهر لي حتى وسائل الدوله معناها وسائل القضائيه والامنيه فما خلت راهو يمكن تامر اكثر على المسار 25 جويليا، تامر يمكن على رئيس الجمهوريه امر موحش خاطر ذوكم التهم، تامر على امن الدوله راهو الدوله راهو حاجه خطيره. والوظائف انا معناها ضد نقولوا الوظائف كما فماش وظيفه نتاع واحد كما قال محمود امني سامي معناها عسكري معناها جرايدي تهبط له الوظيفه نتاعو، بوستاجي مسكين ولا مش مسكين معناها بوستاجي من ولا مدير جهوي في وزاره اون بلوس راهو في المناطق الداخليه والرام الروحي نحن كي كنا صغار ولا كل كان كانوا الكبار في الدبويت خاطر في مناطق فلاحيه يدبوا غادي كي يقعدوا يشربوا تاي نجموش بحجر كل معناها يتقابلوا في بلايص هذوكم. دونك بتيتر فما تهويل بتيتر فما راهو اسمع بعد ساعات راهو فما ضغط على الامنيين يطالبوهم معروفاتهم يقولوا شبيه هريك حال بلاصه شبيه عندكم برشا ما شديتوش يا جماعه تتامر على امن الدوله. دونك الضغط هذاك شويه صبه منا منا شويه حاجات توصل يمكن بعد ساعات تهول الامور اما شخص شخص ونعاود صحيح شخص يعود يقولون حتى كان يغلطوا ميساج والله مسامحينكم اون جوج غابا معناها حتى كان تغلطوا تقولوا راه هذوما شديناهم وهذيك خدمتنا باش نحن نردوا بين وراهم عادي ويصير معناها قولونا كي ناخذوا الفيرسيون كلها تتوضح الصوره كي تبدا الفيرسيون فيها ما يدعو للشك بمنطق الاشياء معناها واللي عادي باش يقولوا اي ولكن كما قال امن الدوله اكثر منه زاد الاتهام هذايا وليت 12 مليون قادرين على ان تامر على امن الدوله ناقصة حاجة ثم أم بتي ديتاي اللي ناقص في علاقة بالموضوع هل تعلق نقيب؟ ما عندي عاد حكينا في اللغة حكي في اللغة النقيب عنده استراتيجة تقطع له الكلمة في اللغة لا ولا رفيق يقول ايش باش تقول يفهمني ايش باش يقول في اللغة وبعد يلخص هو معناتها تقطعوا في اللونتين تكلم لك في اللغة هذه استراتيجية حلوة رفيق نتاعك يحمي فيها حتى نهبطوا بين للمستمعين نستمع نستمع واللي يقولوا في الاوف يهبطوا ستاتويات من بعد عندكم ساعة محمود والحاج الحاج محمود بالحق سيبا نورمال نحكي معاك مع بعضنا نسمعكم الكل لا مش تسمعنا هو برلمان سيتك بودربال اما نقيب يجي يقول كلمه مش نورمال راهو فنان راهو ملحن راهو راهو توما علاش الملحن معناتها سيبا نورمال محمود حاتم حاتم محمود محمود حاتم تقول زوز عمومات في علاقه بفلسطين ولا عاد خلص له التاكسي في علاقه بفلسطين ما طلبش الكلمه لا طلب لا والله لا 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 في علاقه بالموضوع الثاني ساعات انا احمي الكرونيك قد يرتكب خطا قد يقول حاجه وانا ولد حر تحب تتكلم احنا نتعلموا منكم خويا نتعلم نسمعوا 20 سنه 40 سنه كارير يتعلم منك لسان يتعلموا منكم ديما تعلم